طبعا بداية باسمي وباسم أعضاء مملكة البحرين للحج وباسم كافة الحجاج مملكة البحرين نتقدم بالشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى حفظه الله ولسمو ولي العهد على ما على الدعم الكبير الذي تلقاه بعثة مملكة البحرين للحج من أجل التسهيل والتيسير على الحجاج من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. الشكر أيضا لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على ما يقدمونه الحقيقة من خدمات جليلة في كل موسم حج وبجميع المشاعر من أجل التيسير والتسهيل على الحجاج. لا شك اليوم لفتة كريمة من سعادة الوزير نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للحج في توديع الفوج الأول من حجاج مملكة البحرين إن شاء الله، وحيث ستستمر الحملات حتى نهاية الأسبوع القادم للمغادرة إلى مكة والمدينة. ونحن إن شاء الله في على اليوم إن شاء الله تقريبا 4 حملات في حدود 200 حاج. في بعثة مملكة البحرين إن شاء الله نحن على أتم الاستعداد بجميع الكوادر واللجان لاستقبال حجاجنا وتقديم أفضل إن شاء الله الخدمات لهم في هذا الموسم الكريم.